هنخش على الأسئلة الثقافية يا أستاذ شعبان بعد إذنك. ثقافية معقولة دي؟ إيه معقولة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمير شغالين أنتوا؟ إزيك يا عم سمير؟ إزيك يا عم شعبان؟ إزيك يا عم سمير؟ أنت معدي رايح فين؟ أنا معدي رايح الناحية التانية. أنا قاعد البقالة. أنا مش قادر أقوم يا أستاذ عشان ال كملوا أنتوا، مالكوش دعوة. طب رايح فين؟ طب في سحلية. منور شعبان. الله يخليك يا عم سمير، الله يخليك. طب يا أستاذ اتفضل. استاذ شعبان، احنا عندنا شويه اسئله. لا لسه، ما بقى لي ساعه طالب واحد شاي. ساعه طالب واحد شاي. عارف كده طلعت كده. معلش انت كده هتحسسني بالمقلب بقى. لا شاي شكلها فيها مقلب. عاصمه السودان يا شعبول، هقول لك واحده من الثلاثه وانت تقول. بتيجي يا عم سمير؟ اديس ابابا، الخرطوم. اتفضل يا عم سمير. تعالى مش بقول لك فيها مقلب؟ حسيت بالمقلب. تعالى خش اقعد. انت زعقتني دلوقتي. ما انت عارفني انا، انت عارفني انا مش شعبان، انت عارفني انا يا استاذ. ورايا حتى في المسرح.